الاخوان، السلام عليكم، كيف حالكم؟ بخير وعلى خير. بنقول لكم بلي ان شاء الله ملي غادي نكونوا في المغرب في هذا الصيف هذا غادي نديروا واحد النهار اللي غادي تجي فيه غيجي فيه السي ابراهيم فاضل صاحب توك توك مولينا، غادي يجي وغادي نديروا واحد جلسه حدا الدار كما درنا ديك الجلسه هذاك النهار بثمن مناسب ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي يكون واحد المنيو جديد اللي فيه يعني غيكون فيه مرقاز، غيكون فيه اللحام، غيكون فيه الدجاج، غادي تكون كفته، وغادي يكون الطون ودي زومليت وهذاك الشيء. المهم غادي يكون ثمن مناسب ان شاء الله حدا الدار. غادي نعيطوا على بعض الاخوه غادي يجيو حتى هما كذلك، وغادي نقصوا غادي ناكلوا كاملين ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللي جا مرحبا به، ولكن ثمن مناسب. اما حاجه اخرى مهمه بغيت نقول لكم، وهي انا الان كنتوجد في كوزينه مع السي مصطفى اللي كتعرفوه، السي مصطفى بيلي المعروف. السلام عليكم. غادي نديروا واحد غادي نصنعوا واحد العصير هنا، واحد عصير هندي اللي غادي نقدموه لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم في هذاك النهار هذا ملي غادي يجي السي ابراهيم. غادي نقدموه لكم بالمجان، عصير هندي اللي غادي تكون اللي غادي فيه مكونات يعني مواد هنديه، هادو جايين من الهند اشباب. اوكي، وهذا كذلك هذا سيرو ديال الفواكه ولا السيرو اخر ديال الورد. شوفوا هذا راه من الهند جاي، كتشوفوا فيه سيرو ديال الورد. اوكي، اللي غادي يكون اما بالله حنا غادي نديروا واحد الخليط، واحد التجربه ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نشوفوا اللي غادي يدير سميتو. غادي يكون فيه سيرو اخر، غيكون مواد، غادي يكون فيه النعناع، غيكون فيه السيترون، غيكون فيه بزاف ديال الحوايج. وواحد هذه التكاماتيك غادي نخليوها سريه، ما نهضروش عليها ما نقولوهاش، هذه اللي غادا تنقد لينا الموقف. المهم هذا المشروب ان شاء الله غادي يكون بارد، غادي نقدموه للاخوه بالمجان ولا الدرب ان شاء الله بالمجان اذا سهل الله تبارك وتعالى. المهم مرحبا بكم بهذا المشروب هذا، واخا ما تشريوش عند السي ابراهيم، مرحبا بكم على المشروب. غادي نكلفوا شي صديق ولا شي واحد ولا شي اخ اللي هو اللي غادي يشرف على هذا المشروب هذا. اذا اجدوا راسكم ان شاء الله الرحمن الرحيم، غدا تقدر تكون في لو 30 جويي، يعني السبت ديال جويي هذا، السبت ماشي هذا السبت، هذا السبت اللي موراه غادي يكون ان شاء الله هذه الجلسه هذه، على حسب نشوفوا الاخوه اللي اتفقنا معاهم واش يكونوا هما مستعدين ولا لا. هذا ما كاين يا شباب، دابا نخليو السي مصطفى هو اللي غادي يدير لنا الخليط هذا وغادي نرجعوا لكم. اذا اخوه التجربه الاولانيه درناها نجحت. اذا هذا العصير هذا فيه السيرو ديال الورد اللي وريتكم، والدلع الهند ديال الهند، والدلع والحامض، وواحد التويشه زدناها ديال السي مصطفى اللي كتبقى السر ديال السي مصطفى، وطلع عصير واعر. اذا مرحبا بكم شباب، هذا العصير ان شاء الله اللي غادي تشربوا. شو الريقه ديال النعناع كتشوفوها من داخل، هذا العصير تشربوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم السلام الاخوان، نقدم لكم تجربه ثانيه ديال السي مصطفى. عصير تمشيو تشربوه قوتوها كامل. مشيتوا فيها هذا العصير هذا، اللي بغى يشربو خصو يدي معاه كاس يدخلو للدار، لان ديريكت صريصرة. قلت لمصطفى ما ديروش ما ديروش، عييت معاه. شوف الراس قاصح، شوف هذا راه راسو قاصح، اللي بغى يشوف شي راس قاصح يشوف شوف هذا فين هو. شوف اللي راسو قاصح اخويا، شوف ناري. شوفوا انا ما درت لكم لا عصير لا والو، هذا عصير ديال السي مصطفى، تعقلوا على اللون. شوفوا المهم ما نقولش لكم المكونات ديالو، تنذوق ديك الساعه سي راسي مصطفى كي جاك بعدا غندوقو بعدا. باقي دابا مازال فيه والو، فيه ريحه النعناع، خصو مازال سميتو، خصو مازال. انا قلت لك ديرو بديك البتيخه الخضراء. حلو بزاف الخضر، حلو على سميتو حلو بزاف يا شباب، غادي نرجعو لكم. إذا الإخوان التجربة الثالثة إن شاء الله الرحمن الرحيم درناها، ها هي كتشوفوا فيها، ها هو هذا عصير هندي أخضر. إذا كنتوا كتشوفوا بعض الروبورتاجات ديال في الهند، داك اللي كيصوب لا كلاص مثلا كيدير الثلج يعني كيدقوه هكا وكيدير عليه واحد السيرو أحمر وسيرو أخضر، هو هذا السيرو أخضر اللي كيدير عليه. دونك هذا سيرو ديال النبات أخضر، فيها سمو، فيها كب شي شوية، زيد شي شوية، فيه النعناع والحامض والتويشيا ديال السي مصطفى باش يخرج لينا هاد النتيجه. اذا التجربه الثانيه ما كانتش هذيك، درنا غير هكا ما بين قوسين ساعه كنا كنضحكنا فيها وكل شيء، ما كايناش. غادي يكونوا جوج ديال المشروبات ان شاء الله، هادو هما اللي بغينا نقول لكم، الدلاح بالسيرو ديال الورد
وهذا بسيرو ديال النبات حتى هو والنعناع. هذا المشروب هذا اللي غادي يكون بارد ان شاء الله اللي غادي نقدمه لولاد الدرب بالمجان حدا الدار ان شاء الله الرحمن الرحيم برفقه الاخ ابراهيم فاضل ان شاء الله الرحمن الرحيم. السي مصطفى غادي يقول لنا كلمه اخيره باش نختموا هذا الفيديو هذا. السي مصطفى هذا الخليط هذا اللي درتي توفيق من عند الله نطلبوا التوفيق من عند الله في هذه المسائل هذه. ولكن السي مصطفى هذا الخليط هذا اللي درتي واش هذا الخليط انت لان انت اللي درتي انت سميتو ليه واش انت على حسب التجربه ديالك ولا حسب لا لوجيك؟ ضروري ضروري التجربه والمذاق والسر والسر. يلا السر فر الله يعاونكم.